الفل اللي يتابعوا فينا الكل، مرحبا بكم. احنا بالفعل في حيفا ثم بورقيبه. قبل ما نحكي على الخضره خليني نقول انا في فياف نتاع كره قدم لهنا، خاطر كيف ناقف في حيفا ثم بورقيبه في النهج هذايا، وانا بديت من برا باش نوري الحاله المزريه اللي مازالت نتاع المارشي، اما كي نقف لهنا لبرا ونشوف الجامع هذاك جست وراه نلقاو دار يوسف المساكني ومنذر المساكني بوه ايهاب المساكني اللي يلعب في النجم الرياضي الساحلي، وبجنبهم الحيط لاصق الحيط نلقاو الحكم الدولي يوسف السرايري، وكي ندوروا من هنا على اليمين باش نلقاو دار عبد الحميد الهرقال لاعب دولي سابق زاد، دونك هذه حومه نتاع كوارجيه، لكن الكوارجيه هذوما خلاو المرشي نتاع حي فاطمه بورقيبه يبقى ديما نفس الردبال الكهرباء. وراك واو تشوفوا كيفاش السلعه شبيها؟ السلعه بيتة في مرشي حي فاطمه. السلعه بيتة ها؟ كل حاله. الفريب الفريب هكاك، اما الخضره حاله. الخضره حاله. كيفاش؟ هنا ورقود الجبانة الغلاء والكوي سي محمد الفرشيشي مرحبا هكا هاو شو نقول لك؟ الله يخليك يعيشك هنا نسمع. اهلا بك على سلامتك. دونك كما قلت من هنا هكا نمشيو لقدام شويه باش نلقاو دار عبد الحميد الهرقال هنايا، وكان لاعب دولي سابق ومن اجمل الاهداف اللي سجلها ضد انجلترا اللي عملنا معاها 1-1 في المنزه اليبوك، وكان سجل بيتر شيلتون هدف تقريبا من 45 متر. على كل هذه مقدمه عملناها على حيفا ثم بورقيبه، لكن السوق انا باش ندخلوا ونشوفوا، وشفنا اللي السوق تقريبا البرة ولات مجلس نواب الشعب ماهوش بعيد برشا من هنا على مرمى نظر انا ديما نقول، دونك هذه الوضعيه نتاع حيفا ثم بورقيبه. سيس روحك سامي خاطر باش ندخلوا للمرشي، احنا نحبوا نوريوا الحاله المزريه نتاع المرشي والفراغات الكبيره اللي في وسط المرشي، وهي اللي خلات هالحاله اللي خليني نقول حتى السانيتير في وسط المرشي ما ثماش، وذا اللي يفسر ان العباد خرجت لبرا، خاطر ماهوش معقول باش يبقى سوق ما فيهاش معناتها السانيتير نتاعها. برا ندخلوا. برا ندخلوا، برا ندخلوا. اي اي انا داخلين للداخل، احنا نبداو من هنا، نبداو من هنا. نبداو في الوضع هذايا. دونك سامي ناخذوا اللحم لهنا العلوش هذا 22 باهي، والبقري ما ثماش كيف البقري ما ثماش، خلينا نحن ندخلوا حتى الحوت ما ثماش. شنو هي هكا شبيه الحوت؟ انا قالوا لي يعوم في البحر اللوطة بكم. غالي برشا الحوت، غالي برشا. لو انت حويت راك. انا حويت لا يتباع لا يتشرى اخوي، غالي غالي. خلينا نمشيو منه وين ثم شويه عباد على الاقل. سامي هاوك البصل الغادي ب 850 والبصل الاحمر ب 1180. اهلا بكم. غالي مرشيكم. نار خير. يا بنتي يا شنو في علاش تحلوا المكاين؟ نار واسم الخضره خاصه لنا في مرشينا. عز مرشي مرشي عز مرشي كان يتلهوا بيه. كان هذا الحلو بدينار و600 مليم. القرع الاخضر بدينار و600 مليم. ود القمرة ب 2300، البطاطا ب 980، المسكي لهنا دينار و 480. دونك خلينا نشوفوا الدجاج يا سامي، وديما خوذ خوذ الوضع، خوذ خوذ اللي هو مرشي معناها مهجور، خليني نقول تقريبا مهجور. ولا البنية لهنا هربت هي من الكاميرا لما حالة، اما تقول لنا مهجور. 6200 الدجاج، والاسكالوب ب 13 دينار و 500 مليم، وشفناها احنا في حي ابن خلدون به كيف كيف 13 دينار و500. شبيه باقي يغلى قاعد الاسكالوب؟ هبط شويه لما حاله 14.5 نقص دينار كامل، كان ب 14 دينار و500 ولا ب 13.5 ولا ب 13.5. انا راني كي نحكي فوالا هذا ايش نحب نقول انا، لانه احنا بلاد انتاج. لو انت سيدي ما في نسمه جابك لنا نمشي نروح نروح هكا. بلا جابك لنا اخوي. هاي سامي خذ الميكرو خلينا نمشي نروح. خلينا نمشي نروح. مرحبا بك. عايشك يا عايشك يا عايشك. ايوا ما يسالش ما يسالش، نسمعوا الناس الكل. هي تفضلك ديجا تفرج سامي تفرج، هذوما كلهم راهو ناس عندهم الحق خرجوا، دونك مش لازم نحكيو اكثر على الوضع. ونشوفوا غادي السانيتير اللي هو مش موجود جمله. اهلا بيك. تو علاش هكا وضعيته المرشي لهنا؟ والله ايش باش نقول لك، عنده مده هكا المرشي. احنا راهو بحثة مجلس نواب الشعب. اي اي النواب الشعب اللي فيهم ناس يمثلوا جهه ما يجيوش هنا. راهو نواب
نواب متى؟ معناتها بعيد عليهم 100 متر. ما يجيوش، لا ما يجيوش. ما يجيوش. لا شيء جملة. لا نواب رسالة بالله للموجودين في مجلس نواب الشعب اللي كما قلت هو على مرمى نظر من هنا، يجاو شوفوا، يجاو شوفوا الوضع نتاع وسط المرشي هذا وشوفوا الناس كيفاش. هذا لا يساعد لا المستهلك ولا يساعد التاجر ولا يساعد حتى حد. دونك هذه دعوة خويا اليوم، هما خلي تماش ما يجيو يزورونا لهنا. تولي البطاطا هوني ب 850 هكا من 980 تنقص قريب ل 100 مليمة. دونك قداش عنده المرشي هكا بالله وانت من الزمنيين لهنا؟ عنده قريب ل 10 سنين كان عامل بيه. هو هكا عامل بالتوالي، عامل بالتوالي. فوالا هذا ايش حبيت نقول. هنيه جزار هذا سبيسياليست في اللحم البقري اختصاص. الله يعينك، اهلا بيك يا حاج. ها هيك الهبره ب 24 دينار اللوكال راهو هذا باش ما باش نفرقوا ما بين اللوكال وما بين الامبورتي ولا المبرد اللي قاعد يجي. نخدموا كان اللوكال لهنا بلعب ليه. اي والمحل ايش به عمال يزيد يطلع زيد على خاطر هذاك هو السلعه مفقوده، السلعه السلعه الباهي ما فهمناش. كيفاش حاج؟ ما خلوهاش السلعه الصح، بس هم تطلعوه للسماء وهم عايشين في خير ونعمه واحد من هنا والناس مع البلاش ما حاجتهم بالعباد. هم بالحق ما حاجتهمش بالعباد، راهو شيء تعرف هذايا ومتاكد منه. ربي يقدر الخير وربي يجريها على سلاح. سامي هذه السانيتير نتاعهم اللي هي ما عادش تخدم. دونك للاسف نوريو ساعات صور مثال. خذ البارتي الفارغه يا سامي، نوريو صور معناها بالحق ما تليقش صباح والناس تحضر في فطوراتها، لكن للاسف احنا نحبوا نوريو الصور هذيا باش الناس تفيق على رواحها وتعاود تاهل هالمسائل كذا وتدخل العباد اللي لبرا باش على الاقل نريكوبيريو. وهكا نكونوا كملنا جولتنا في السوق البلديه في حي فاطمه بورقيبه في باردو. تحيه لكل الناس اللي يسكنوا لهنا، الى اللقاء. شكرا لك محمد علي فرشيشي. على كل احنا ديما نحاولوا نرجعوا للمارشي وسوق الاسواق البلديه على امل انه تتحسن الحاله نتاعها.